معي عبر الهاتف من لندن الدكتور أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية. دكتور، الاتحاد الأوروبي يحذر من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقعات كثيرة تتجه إلى نفس الاتجاه. بأي مدى ترى أن هذه الأزمة ستكون صعبة على أوروبا خلال الشتاء؟ أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وأهلا بك. وسهلا بالسادة المشاهدين. احنا فعلا عندنا أزمة حالية، وهي أزمة ركود اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار مواد التصنيع. ده بشكل واضح داخل أوروبا وفي العالم كله، يعني بنتكلم على معدلات تضخم وصلت ل 11% في بعض البلدان و 12%، يعني بنتكلم على أسعار الطاقة في 3 أضعاف وأربع أضعاف في الفترة الأخيرة. بنتكلم على ركود اقتصادي نتيجة عدم قدرة الشركات على الاستمرارية في الإنتاجية نتيجة نقص بعض المواد اللازمة للتصنيع داخل أوروبا، وده أمر يعني ظاهر في دول كبرى اقتصاديا وصناعيا مثل ألمانيا. يعني ألمانيا حققت معدل نمو اقتصادي سلبي هذا العام، بنتكلم على 0.6 سلبي في دولة كبرى اقتصاديا مثل ألمانيا. بريطانيا على سبيل المثال لديها عجز في الموازنة ما يقرب من 60 مليار جنيه استرليني، بتحاول تخطيطه عن طريق زيادة معدلات الضرائب كما حضرتك ذكرتي على الشركات في الفترة القادمة. معدلات التضخم سوف تستمر في الزيادة، ولكن هناك يعني نظرة تفاؤلية إلى أن معدلات التضخم سوف تنخفض في عام 2023، بنتكلم على توقعات تصل إلى 7% متوسط في أوروبا. نعم، هي توقعات، لكن معدلات التضخم لازالت تشكل تحدي كبير، خاصة مع وصولها لمستويات قياسية مرتفعة. في رأيك يعني إذا ما كانت هذه التوقعات المتفائلة حقيقية، ما هي البدائل المتاحة لدى أوروبا حتى يعني تقوم بتخفيض معدلات التضخم؟ دكتور أحمد، يبدو أننا فقدنا التواصل مع دكتور أحمد عبود من لندن. على أي حال نشكره شكرا جزيلا، وهو أستاذ الاقتصاد والإدارة المالية.